واحنا في الفاصل حد مشاهده كريمه اسمها سمر قالت لي بالله عليك وسابت لنا رساله نكلم امتها شويه ام ايمن نقول لها عشان خاطر حضره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيحب اولاده كلهم وكان بيحب السيده فاطمه ما تفرقيش من بين الاولاد والبنات. انا عارف ان ممكن يكون عندك ظرف الظرف دوت ممكن يكون فقدتي الوالد او انك انت حاسه ان ابنك هيكون سندك في ظهرك. لا والله ما حدش عارف مين السند ومين الظهر، ان الله سبحانه وتعالى هو السند، الله سبحانه وتعالى هو العون والمدد. وعشان كده خلي اولادك في الحب سواء، خليهم يحبوكي حبا جما. ولذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نخلي اولادنا في الحب سواء. وعشان كده بقولك ترفقي ببناتك، ده كمان الام هي اكتر الناس اللي لازم تترفق ببناتها. وربنا سبحانه وتعالى يشفي اختك ايمان ويعجل لها بالشفاء ويكتب لها ويعجل لها بان تمام الاجر والعافيه رب العالمين، ويجعلها في صحه وعافيه ويجعل جسدها الطاهر منزلا للالطاف والبركات والنور. معانا الاستاذ اشرف من الاسكندريه. اهلا بيك شيخنا الجليل. ازاي حضرتك؟ بسبب فرحتنا النفسيه اليوميه. الله يعز حضرتك ويبارك فيك. والله حقيقة يعني وشك نور كده، ربنا يزيدك ويكرمك يا رب ويدي لك كتير أكتر من كده كمان. بركتكم يا سيدي، الله يكرمك. اتفضل يا سيدي. وبالنسبة لحضرتك للتعاون، سيادتك مثال واضح جدا 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 للتعاون. يعني التعاون ده روح الفريق الواحد. صحيح. يعني بمعنى إن حضرتك لولا إخراج صح سيادتك مش هتطلع بالصوره الجميله اللي بنشوفها كل يوم. وعشان كده انا بشكر استاذ عمرو وبشكر استاذه هبه وبشكر الاستاذه انجي والشيخ محمد عبوده وبشكر كمان مي وبشكركم كلهم. وبشكر اخواننا اللي كمان اللي قدام الكاميرا، ده حقهم. فعلا لا نقدر نستغنى عن اعداد ولا نقدر نستغنى عن مصور ولا نقدر نستغنى عن الفني بتاع الاضاءه، لا نقدر نستغنى عن حضرتك اكيد بصورتك الحلوه اللي بتشع نور وبتزيدنا راحه نفسيه. الله يعزك يا سيدي. شكرا جزيلا لحضرتك. يا سلام، ده انت امر يعني انت بتصل عشان تخليني تذكرني بواجب عليا ان انا اشكر اخواني كلهم اللي موجودين معايا في الاستوديو. ربنا يبارك لك ويفتح عليك يا فندم. معانا مين يا ساده؟ أم فارس كانت وإحنا بنتكلم يعني الخط اتقطع، بس هي كانت بتقول زوجها مدمن ومش عارفة تعمل معاه إيه. إحنا عندنا حاجة اسمها الاتفاق المشروط. يا عم فارس، نفترض إن هو أبو فارس، فأبو فارس إحنا دلوقتي هنفضل مع بعض بس بشروط. الشرط الأولاني حضرتك روح اتعالج وأنا هدعمك وهفضل في ظهرك طول ما أنت بتعالج، لكن أنا لا أرضى ليك ولا أرضى لأولادي ولا أرضى ليا إن إحنا ندخل في المحرقة. أنا بسمي أسرة المدمن أسرة محروقة. أنتوا مش متخيلين إن الأسرة اللي فيها مدمن بتكون شكلها إيه؟ ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وأمرنا إن إحنا لا نضيع أموالنا، وأمرنا كمان إن إحنا لا نضيع من يعول. يبقى أول حاجة نجلس جلسة ونشترط إن هو لازم يعمل ايه؟ يتعالج وانا في ظهره. الحاجة التانية لازم نغير برنامج حياتنا. الحاجة التالتة لازم نغير طائر علاقاتنا. ما حصلش ده انا ارى ان المسألة صعبة. انت سألتيني نعمل ايه؟ نعمل التلات حاجات دي. اول حاجة ببساطة خالص يبقى عندنا اشتراط. تاني حاجة هنغير برنامج حياتنا. تالت حاجة هنغير دوائر علاقاتنا. لازم ده يحصل. لو هو قال لك حاجه تانية غير كده يبقى هو مش جازم، مش ناوي. لازم يكون عنده اراده، لازم يعمل الكلام دوت وده يكون حي. استاذه حياه من القاهره. ايوه السلام عليكم. استاذه حياه من القاهره. هيام من القاهره. استاذه هيام من القاهره، تفضل استاذه هيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال حضرتك سؤال. اولا بشكر حضرتك جدا جدا على البرنامج بتاع حضرتك. الله يكرمك. وانا بشوف حضرتك وبتابع حضرتك كل يوم يعني. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. حضرتك بس انا بسال على زكاه المال. اتفضلي. انا حاطه الفلوس بتاعتي كلها في الشهاده والفايده اللي بتطلع دي انا بصرف منها. لا انا بتضايق من كلمه فايده. طيب الريع الربح. تمام. الريع اللي طالع من الفلوس دي انا بصرف منها وعايزه اطلع زكاه المال، هل يجوز
زكاة المال الأول اللي هتبقى قد إيه؟ ومن المبلغ كله ولا من الريع اللي طالع ده؟ وحضرتك معايا يا فندم؟ سامع حضرتك. السؤال الثالث بقى، وهل يجوز ان انا ادي الريع دوت، يعني ادي من زكاة المال ده لاختي او اخويا؟ طيب، عشان هم محتاجين يعني. طبعا، ربنا يبارك لحضرتك ويجعله في ميزان حسناتك. اول حاجه احنا بنطلع 10% من الريع، لان انت بتصرفي من الفلوس دي، فهنطلع 10% من الريع، مش من راس المال، فهنطلع 10%. نفترض ان انت بيطلع لنا 7000، يبقى هنطلع 700 جنيه، يبقى هنطلع 10% من الريع. طيب، ادي اول سؤال. السؤال الثاني اللي حضرتك بتساليه، هل ينفع ان انا ادي الزكاه لاخواتي؟ ده بالعكس، ده هيكون ليكي ثوابين، ثواب القرابه وثواب الزكاه، فان شاء الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك. السيده ام محمد من الاقصر. السلام عليكم فضيله مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ فضل ونعمه. حضرتك، انا ليا ام ووالدي توفى من 2012. وبعد موت اخويا جات لها جلطه ما كانتش بتتحرك. الله يحفظها. ودلوقتي اخويا اخذ مننا كل الميراث بتاعنا، ما خلاش عندنا ولا اي حاجه خالص، خد البيت وخد العماره وخد الفلوس وخد الذهب والتجاره وخد كل حاجه، ما خللناش حاجه فضيله مولانا. ومن 2012 قافل عليها واحنا ما شفناهاش. يعني واخد مامتك وحبسها ومش راضي يوريها لكم عشان هي لو خرجت ممكن تطالبوا بالفلوس ولا الميراث ولا ليه؟ ولا هو بيصرف عليها؟ هي عندها جلطة حضرتك، ما بتتكلمش وما بتتحركش، حتى الحمام مش بتروح. طب هو بيخليها عنده عشان يرعاها مثلا؟ هو مخليها لا، عشان احنا ما ندخلش ونشوفها ونطلب اي حاجه من الورث بتاعنا من ابونا. طيب، هو ازاي بقى الكلام ده؟ الكلام ده في اوراق رسميه المفروض تكون، هو ازاي باعه من غير الاوراق الرسميه دي؟ على العموم انت لو بتساليني، لو ان هو فعلا اخذ هذه الاموال وانتم مش نفسكم مش طيبه، طلبوا بالوسائل القانونيه. احنا عندنا حاجه اسمها سياده القانون، طلبوا بالوسائل القانونيه بحقكم. عارفين ليه؟ اذا ما اتحسمتش مساله الميراث في الجيل ده، هتفضل النيران مشتعله في باقي الاجيال. ولذلك اما انتوا عايزين حقكم وده حقكم، يبقى تعملوا ايه؟ طلبوه. ما رفض، خدوا حقكم بالوسائل القانونيه، لان ده حقكم عشان نحسم النار وما تبقاش كره اللهب كل مدى بتشتعل وبتحرق الاولاد بعد كده والاجيال اللي جايه بعد كده. يا ساده، احنا اتكلمنا النهارده عن قيمه من اعظم القيم اللي ممكن الانسان يعيش بيها ويحس بإنسانيته. عايز أقول لكم، إذا أردت أن أنت تجعل الإنسان متألقا فاجعله في وسط متعاون، إذا أردت أن تأخذ من الإنسان أجمل ما فيه فضعه في وسط متعاون، إذا أردت أن تجعل الإنسان متسعا خيره كثير وفضله عميم ويحس بمدد مولاه ويحس بالقرب من مولاه، وضعه في بيئة متعاونة. التعاون يا سادة مش حاجة مادية برغماتية، التعاون حاجة قيمية بتحسس الإنسان إن هو ليه قيمة لما الآخر يكون حريص على إنه يعيش معاه ويكون هو كمان حريص على إنه يعيش مع الآخر. التعاون تاج بيتحط على القلوب لما تعرف إن هي ممدودة من المحبوب سبحانه وتعالى.